السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوكولاته دبي الان ترند وكل الناس تعملها في كل مكان فيديوهات في تيك توك في كل مكان انا بوري لكم تجربتي اليوم مع شوكولاته دبي علشان ما تغلطوش الغلط اللي انا عملته طبعا هي لذيذه جدا لذيذه لذيذه ما اقول شي تعالوا وبوري لكم ايش اللي حصل وكيف الطريقه وايش اللي صارت معي وايش اللي مفروض ما تعملوه علشان تنجحون في عمل كنافة أو كنافة الشوك... الشوكولاتة بالكنافة أو آه شوكولاتة دبي طبعا هي جدا لذيذة وحلوة بس في أخطاء لازم نتفاداها فحبيت أعمل لكم الفيديو هذا عشان تعرفون الأخطاء وتتفادوها أول شي جبت طبعا كنافة وجبت كريمة آه البستاشيو أو الفستق وجبت شوكولاتة جبت ثلاثة شوكولاتة وواحد أبيض وكمان دارك أول شي عملته أني طحنت الكنافة وطبعا هذا كل الخطوات ممتازة لحد الآن طحنت الكنافة وخليتها ناعمة إلى أن صارت بهذا الشكل مثل ما تشوفون بهذا نعم الشكل وبعدها ذوبت الشوكولاتة البيضة وجبت وعاء وصبيته في القالب في قالب الشوكولاتة اللي بعمل فيها الشوكولاتة مثل ما تشوفون وبعد كذا جبت لون بهذا الشكل وحطيته هنا الغلط الغلط انكم ما تحطون كمية لون كبيرة انا حطيت كثير لون فكان غلط مني وبعد كذا حطيت هذا اللماع اللي تلمع على اساس انه تعمل شاينينج في الشوكولاتة طبعا من ضمن الاشياء الخطا اني عملت هذا لانه هذا ما بانش ما ظهر يعني فما في داعي له اللي بيعمل لا يعملش فقدت الالوان الالوان هي اللي ظهرت ومثل ما قلت لكم لا تكثرون باللون وبعد كذا دوبت الشوكولاته طبعا انا جبت شوكولاته فول ميلش يعني ساده ما فيهاش اي شيء ودخلتها بالميكروويف ودوبتها وبعد كذا صبيتها في القالب الغلط اللي انا عملته اني عملت كمية الشوكولاتة في الطبقة الاولى كثير يعني كمية سميكة بعد كده دخلتها بالتلاجة علشان تجمد واخذت الكنافة وبدأت احمرها حطيت لها طبعا زبدة وبدأت احمرها الى ان صارت بهذا الشكل شوفوا كيف صارت بني بعد ما صارت بني اخذتها وحطيت عليها زبدة البستاشيو لكن طبعا خليتها الى ان بردت ما حطيتش زبدة البستاشيو وهي ساخنة وإلا بتصير مو كويسة وخلطتهم مع بعض زبدة الفستق مع الكنافة خلطتهم مع بعض الى ان صاروا بهذا الشكل وبعد كده جبت القالب من الثلاجة شوفوا كيف تجمد وبعد كده حطيت عليه الكنافه الكنافه مع الفستق طبعا هذه الخليط حطيته فوق الشوكولاته وبعد ما سويته مع بعض حطيت على فستق بودره وبعد كذا جبت دارك شوكليت ذوبته برضه بالميكروويف وصبيته فوق الخليط يعني الطبقه الثانيه وبدات اساويه في القالب مع بعض بحيث انه يكون متساوي بهذا الشكل وطبعا هذه كانت اكبر غلطة عملتها وهي اني عملت شوكولاتة دارك والكمية كانت كبيرة جدا وطبعا بعد ما جمدت وطلعتها من التلاجة شوفوا كيف صارت الان شوفوا كيف جامدة ومتماسكة وكويسة وكل شيء تمام صراحة ما فيها شيء ولكن شوفوا شوفوا الغلط اللي حصل عشان تفادوه وما تعملوش مثلي، شوفوا سماكة الشوكولاتة، شوفوا كيف سميكة، الكمية يعني فوق طبقتين، شوفوا شوفوا الكمية كيف، جدا سميكة بصراحة، إنه ما تتناسب مع شوكولاتة الواحد يعملها، هذا الغلط اللي عنامت، رغم إنها روعة روعة روعة، طعم وشكل، بس صراحة السماكة خلتني ما أقدر. آكلها حاولت اني آه طبعا وكمان الألوان مثل ما قلت لكم اللون الأزرق كان طاغي كثير وهذا الغلط اللي عملته إني عملت كمية كبيرة من الألوان الزرقاء حاولت أكسرها ما قدرت أبدا فاضطريت اني أجيب سكين وأقطعها طبعا بقوة قدرت اقطعها بس بصراحة يمكن لانها تجمدت في وكان مفروض اصبر عليها شوية الى ان تدوب المهم في الاخير قطعتها وطعمتها وشوفوا كيف صارت بعد ما قطعتها بصراحة جدا لذيذة وطعمها جدا حلو روعة صراحة لولا الغلطات البسيطة اللي عملتها مثل ما قلت لكم انما بشكل عام هي جدا لذيذة اذا واحد احد منكم بيعملها يعملها بتطلع جدا لذيذه ولكن مثل الاخطاء اللي عملتها حاولوا تتفادوها وبعد كذا قطعتها قطع صغيرة وحطيتها في علبة بهذا الشكل وصارت ولا أحلى شوكولاتة خاصة بعد ما دابت شوي جدا لذيذة جربوها بتعجبكم لأنها بصراحة تستاهل إن الواحد يجربها هذا وفي الأخير إن شاء الله تكون عجبتكم تجربتي مع شوكولاتة دبي وفي الأخير استودعكم الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو وشيروه مع الأصدقاء وتشوز في فيديو قادم